موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. قال ابن جرير رحمه الله، قال أبو جعفر ابن وجيه، قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تلك حدود الله، فقال بعضهم يعني به تلك شروط الله. يعني السدي تلك حدود الله يقول تلك شروط الله، فقال آخرون بل معنى ذلك تلك طاعة الله. عن ابن عباس قال: قوله تلك حدود الله يعني طاعة الله، يعني المواريث التي سمى الله. فقال آخرون: معنى ذلك تلك سنة الله وأمره. وقال آخرون: بل معنى ذلك تلك فرائض الله. وقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبينوه، وهو أن حد كل شيء ما فصل بينه وبين غيره. ولذلك قيل لحدود الدار وحدود الأرضين حدود، لفصولها ما بين ما حد بها وبين غيرها. فكذلك قوله تلك حدود الله معناه هذه القسمة التي قسمها لكم ربكم، والفرائض التي فرضها لأحيائكم من موتاكم، للورثة من مورثهم، في هذه الآية على ما فرض وبين في هاتين الآيتين حدود الله. هذه القسمة والفرائض هي حدود الله، يعني فصول ما بين طاعة الله ومعصيته في قسمكم مواريث موتاكم، كما قال ابن عباس: وإنما ترك طاعة الله والمعني بذلك حدود طاعة الله، اكتفاء بمعرفة المخاطبين بذلك بمعنى الكلام من ذكرها. والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قوله: ومن يطع الله ورسوله، والآية التي بعدها: ومن يعص الله ورسوله. وهي في الحقيقة أقوال السلف فيها شروط الله، طاعة الله، فرائض الله، سنة الله وأمر، كلها أقوال متلازمة ومتقاربة. قال: فتأويل الآية إذن هذه القسمة التي قسم بينكم أيها الناس عليها ربكم مواريث موتاكم، فصول فصل بها لكم بين طاعته ومعصيته، وحدود لكم تنتهون إليها فلا تعتدوها، فلا تتعدوها. وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته.
فيما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم بينكم. يعني أهل الطاعة هم الذين يلتزمون هذه القسمة، أهل المعصية هم الذين يتعدون حدود هذه القسمة. ثم أخبر جل ثناؤه عما أعد لكل فريق منهم، فقال لفريق أهل طاعته في ذلك: ومن يطع الله ورسوله في العمل بما أمر به والانتهاء إلى ما حده له في قسمة المواريث وغيرها، ويجتنب ما نهاه عنه في ذلك وغيره، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله يدخله جنات يعني بساتين تجري من تحت غروسها وأشجارها الأنهار خالدين فيها، يقول باقين فيها أبدا، لا يموتون فيها ولا يفنون ولا يخرجون منها، وذلك الفوز العظيم. يقول وإدخال الله إياهم الجنان التي وصفها على ما وصف من ذلك الفوز العظيم، يعني الفلج العظيم، النجاح العظيم، الفلاح العظيم. عن مجاهد: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. الآية قال في شأن المواريث التي ذكر قبل، أن قتادة قال تلك حدود الله التي حد لخلقه وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة، فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها. والناس في هذا الآن وقديما بين طرفين، والحق بينهما، فهناك فريق معترض على التوريث يريد حرمان الضعفاء من النساء والأطفال، ويعني كل ضعيف يريدون التعدي ولا يعطونهم حقوقهم، وفريق يتبع الغرب يأبى إلا أن يدعي المساواة الباطلة بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، فيريد إعطاء المرأة من البنات مثل ما يعطى الذكر من البنين، وخلافا لما قال الله: وللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا في الزوج له ضعف مال الزوجة من تركة أحدهما من الآخر، وهذا كله من تعدي حدود الله. فمن اعتقد خلاف شرع الله واستحل محارم الله واستحل مخالفة القسمة التي قسم الله فليس بمسلم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله، يعني بذلك جل ثناؤه، ومن يعص الله ورسوله في العمل بما أمره به، بما أمره به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك من فرائض الله، مخالفا أمرهما إلى ما نهياه عنه، ويتعدى حدود، يقول ويتجاوز فصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته إلى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بين ورثته وغير ذلك من حدوده، يدخله نارا خالدا فيها، يقول باقيا فيها أبدا، لا يموت ولا يخرج منها أبدا، وله عذاب مهين مذل، له عذاب مذل من عذاب ما من عذب به، له عذاب مذل من عذب به مخز له، مذل من عذب به مخز له. تفسير هذا هذه الآية المعصية على ما ذكر من الخلود في النار وعدم الخروج منها أبدا، فهي لا تحتمل إلا
ما ذكرنا من تعدي حدود الله على اعتقاد خلافها، على اعتقاد أنها ظلم للمرأة مثلا، أو اعتقاد أن الأطفال لا يستحقون المواريث وأن الله ظلم الكبار حين أعطى الأطفال، ونحو ذلك من العقيدة الفاسدة التي تكون كفرا بعد أن يبلغ العبد حدود شرع الله عز وجل. وأما من لم يعتقد خلاف شرع الله ولكن عصى الله في التقسيم وأكل المال بالباطل، فحكم هؤلاء حكم أصحاب الذنوب، ويكون معنى الخلود في حقهم طول المكث، أو يخلدون إلى أن يشفع فيهم شافع أو يرحمهم أرحم الراحمين برحمته، فإنه لا يبقى إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود بالموت على الشرك. عن ابن عباس: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، قال في شأن المواريث التي ذكر قبل، قال ابن جريج: قال من أصاب من الذنوب ما يعذب الله عليه. قال: فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث؟ قيل: نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض ما في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما، على ما ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى تمام الآيتين، قول من قال: أيورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو، أو أيورث الله من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة نصف المال أو جميع المال، استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده، ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه، فخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله استنكارا منه حكمهما، كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي أشكالهم هذه الآية، فهو من أهل الخلود في النار، لأنه باستنكاره حكم الله في ذلك في تلك يصير بالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا. كلام حسن جدا، جميل جدا، في أن من شك أو من كذب المعلومة من الدين بالضرورة بعد أن بلغه ذلك الذين سمعوا الآيات فهو كافر، أو من علم أن الله شرع ذلك ولكنه حاد الله ورسوله، يستكبر عن أمر الله، يستنكر، يراه ظلما ويراه خلاف العدل. إلى زمن ابن جرير وما بعده إنما كان المطالبة بعدم توريث النساء والصغار، ولكن جاء الزمن الذي يطالبون فيه بأن ترث المرأة البنت مثل الذكر، بل واخترعوا أيضا أن يورثوا المرأة التي طلقها زوجها ولو مات بعدها بسنوات طويلة، ولو اكتسب من المال ما اكتسب بعدها، يجعلون
ميراث زوجها يجعلون لها جزءا منه، وكل هذا من مخالفات شرع الله ومعصية الله ورسوله مع الكفر والعياذ بالله، مما يستوجب الخلود في النار أبدا، نعوذ بالله من ذلك. وقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني بقوله جل ثناؤه واللاتي يأتين الفاحشة، والنساء اللاتي يأتين بالزنا أي يزنين من نسائكم وهن محصنات ذوات أزواج أو غير ذوات أزواج فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يقول فاستشهدوا عليهن بما أتينا من الفاحشة 4 رجال من رجالكم، يعني من المسلمين، فإن شهدوا عليهن فأمسكوهن في البيوت. يقول فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يقول حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني أو يجعل الله لهن مخرجا وطريقا إلى النجاة مما أتينا به من الفاحشة. وأما ما ذكر من أن الآية في المحصنات فقط ذوات الأزواج أو غير ذوات أزواج، فهذا لا دليل عليه من الآية ولا من السنة، بل الآية كانت في جميع النساء البكر والمحصنة، إلا أن يقصد أن المحصنات يعني اللاتي كن عفيفات قبل ذلك، ولا وجه لهذا المعنى. لماذا؟ لأنه حتى لو كانت المرأة غير محصنة أي غير عفيفة لوجب حبسها في البيوت إذا ثبت زناها. لذلك فالصواب أن نعمم كما ذكر الله في كتابه وعم جميع النساء، فإذا زنت امرأة في ذلك الوقت قبل نزول حد الزنا أخيرا بعد ذلك كان العقوبة أنها تحبس في البيت حتى تموت، محصنة كانت أو غير محصنة. عن مجاهد واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، أمر بحبسهن في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، قال الحد. قال مجاهد واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال الزنا، كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن 4 حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل الحد، يعني دي سجن مدى الحياة مؤقتا إلى أن ينزل الحكم الآتي، وهو التفرقة بين المحصن وغير المحصن أو المحصنة وغير المحصنة، ولكنه حبس ليس في السجون، هذا أطول حبس ورد في القرآن وهو منسوخ وليس في السجون ولكن في البيوت بنص الآية، لأن ذلك فيه التهذيب والإصلاح بخلاف السجن، فإنه دائما من أنواع العقوبات المستجلبة لأنواع الانحراف. ولذلك نجد أن معظم العقوبات في الإسلام عقوبات فورية سريعة، جلد 100 هياخد قد إيه؟ جلد 100 ربع ساعة نص ساعة، تغريب عام برضه هيبقى حر مش محبوس في بلد آخر غير بلده، لعل البيئة التي نشأ فيها هي السبب، ف
فيبتعد عن هذه البيئة ليتعود على العفاف. قال: أو يجعل الله لهن سبيلا والسبيل الحد. عن ابن عباس قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فإن كان محصنين رجما. فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. يبقى اللي هو إذا كان غير محصنين جلد، وإذا كان محصنين رجما. عن ابن عباس: أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد جعل الله لهن، وهو الجلد والرجم. عن قتادة في الآية قال: كان هذا قبل الحدود، فكان يؤذيان بالقول جميعا وبحبس المرأة، ثم جعل الله لهن سبيلا، فكان سبيل من أحصن جلد 100 ثم رمي بالحجارة، وسبيل من لم يحصن 100 ونفي سنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.